الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. والأليال إلهي سبحانه وتعالى وحليه: وما كان لنفسنا أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وما أهان النف إنا بمطوه إلا بإذن الله، هذا بمطوه إذن الله سبحانه وتعالى كتابا مؤجلا، وكتاب لقري والله سبحانه وتعالى أجش قري ورديجي جريد وحق قف كستنو لمن كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. قف كستبا وقف جريد لدى من دونه كذب الله سبحانه وتعالى وحليه حق نجا أي أسر نقض دونتا جريد وقت ملها ولا ليا وقت حديدا ملها قفك إنو أن يريها أما إنو أضيها أما إن عنق يرتهي غير ذو وقت ملاه وحقيق أو إيمان لكن لقوم الشيئين لأنه من علم الغيب ويه غيب كوحصاص عضان إلهي كلية أنباؤك إلهي سبحانه وتعالى آيات بضن بوغها لغير ذو كل نفس ذائقة الموت نف والببر قيرد ودمين محاد عاية كتب إلهي حقي ساد أنق نيسا إلهي مكاد أنق طان فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قفك نار تلقبت باديو أو جنة الله قليو كاس أيا ليباني. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، نلوش الدنيا ذا ما أها إلا وحير الله عيار الله كتسوما يمويان حقيق ما أها. لذلك آيات عن صو أخرنا الله سبحانه وتعالى وحجري قفكي دونا يثواب الدنيا نؤته منها، هذا الدنيا دونا يسي والله السين قفكي آخر دونا ينا آخر الله السين. وسنجزي الشاكرين وحن أبا المرين دوننا كو الله سبحانه وتعالى كو شكرية أو كو مهدنقة. الدنيا دو والا بدا أدبو هدي أد مشغول تهي مانت أد كو تهي مشغول إن حول أد سميسي مشغول أد كو تهي الدنيا مشغول أد كو تهي وحما لا يعني مشغول أد كو تهي سيدي أد أكب علاهات و الدنيا دو ملسر وغاري له. إلهي سبحانه وتعالى وحبوك السين الدنيا دانا إن لو سيال لغيابا وحبضانا ما وحير قفكي آخر دونا ينا آخر على السين بركة أذو قيبت آتهاي أذيقا إسكرنا. لذلك الله سبحانه وتعالى آياتك اللوح وكل إيه داتك وحاكمدة من يقول ربنا آتنا في الدنيا مركو حتى ربي بريا يوه إله الدنيا إسيب له إله الدين تيربح إله وحا إسي إله ركا أنقط لكن وما له في الآخرة من خلاق آخر وح نصيبه كما له الدعاديس دات كان وحا كمدة قف أرنا يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفرصو مركز تبا نارت إلهي كبر يا إنو كبد باديو نلشو ذا مركز تبا إلهي وحي كبر يا إن الله سبحانه وتعالى نارت كبد باديو ساكي مكان سلاة الصبح تكني حقيم المؤذن ك يعني إنك لو أخيارت كمد أنقرنا وحيوير ذا حالة وحقيريو ذنين دان يراه إن أنقرنا يو ونلج شوقي حلقة يوم قال هذا إنه كل عصبية هي لكن تهجد كي ونلج شوقي
meesha ama ku tukan jiray safka horay walaba qaybta midigta mu'takifiintu kamid ahaa maxaa ku dhacay baan yiri waa nin dhanyar ah dhowr iyo labaatan jir waxa uu xanuunsaday xoogaa usbuuc meelahaas uu xanuunsaday dhowr maalin isbitaalkii ku xanuunsada laga soo saaray isbitaalka laa la geeyey nafta ka baxday allahu naxariisto inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun nin xoog badan dhanyar ah qurux badan meelna aan laga hayn xoogaa buu xanuunsaday kadibna waa tegay anigaa noqon karo adigaa noqon karto laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala maxaan ula hortagnay maxaan horumarsanay xaaladdan ku sugannahay maanta hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala nagu qabto maxaan ugu jawaabaynaa rabbi subxaanahu wa tacaala su-aashu waa taa marka maanta sidoo kale soo gelayay jimcaha aan soo gelayay masjidka akhyaar baan ku arkay xagga iyo baarkinka waxay u yidhaahdeen sheekho gabar baa la keenay sidoo kale oo yar 12 jir ah laamigay goynaysay entebbe road laamiga markay goynaysay waxaa ku dhacay gaari baa ku dhacay meeshaa bay nafta uga baxday allaahu naxariisto gabar yaroo saqiir weeye oo dembi loo qoray waalidkeeda iyo hooyadeeda ilaahay subxaanahu wa tacaala sabir iyo iimaan ka siiyo mas'aladu waxa weeye marka dadka dhimanaayo annaga waxa noo yihiin cibra iyo cida kafaa bilmowti waacida bal geerida baa ugu filan qofka wax vacdiya lidalik qofku waxaa loo baahan yahay inuu eego war adduunyada waa ka socdaaye maxaan horumarsaday anigu istikfaarta la badiyo ilaahay aan u toobad keenno mar kastaba si alle subxaanahu wa tacaala noogu naxristo maalinta aakhiro walaalayaal gabadhaa yar iyo ninka dhallinyarada ah labadaba hadda waa la dhaqaayaa waxay ku jiraan qolka meydka laakiin geeridu sugi mayso intaa 60 ka gaaraysa ama 70 aad gaaraysa in badanoo dhallinyarada ka mid a maanta oo annagu aan iska saaraynin waxaan mar kastaba ku fikiraynaa inaan gaari doono 70 ama 80 meelaha inaad ilaahay ka barido waa wax fiican ilaahay hadduu camal wanaagsan ku siiyo laakiin xaqiiqdu waxay tahay waqtigaad tegaysid garamaysa ma beriba ma caawa mise waa beri subax ibnu cumar wuxuu leeyahay idaa amsayta falaa tantadir asabax وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء قل يا ابن عمر هذه أد قلبيسته صبح السوق هذه أد وابريسته قلبها السوق معنو حوالي مركز تبقيري ده ديار وهو إن الله سبحانه وتعالى قوار سكر الله نود مدى فرمانت انت دمتنا الله نحرسته بدب الله سبحانه وتعالى موفون زوجته الله سبحانه وتعالى قام وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين أقام الله سبحانه وتعالى ومو يقولنا تقول صبولا كفا oo ku jakonga allah subxaanahu wa tacaala yaa gizee ilaa biidni illaah ngumooyoga allah subxaanahu wa tacaala gugeredhe tuguja kufaa kitaaban mu'ajjala ir allah subxaanahu wa tacaala gaamba eeca allah subxaanahu wa tacaala yaci giradha eeranaaci waandhiika kuctabu mushtabuce lawxulmaxfuud allah subxaanahu wa tacaala
okufa akwogerako nnyo mu Qur'an era tuwulira nnyo ku bituuti nga bamasheikhe ne baimaamu batubuulirira okufa naye mwattu Allah subhanahu wa ta'ala yamanyi nti ddira olujja okufa tukimanyi bulungi nti nno abantu basuubira okuwangaala okutuuka myaka nga nsanvu oba nkaaga oba kinaana naye nga Allah subhanahu wa ta'ala asobola okujjulula nga tonnatuuka eyo mu aya eyo gye tusomye waggulu Allah subhanahu wa ta'ala atugamba oyo yenna yenna ayagala edduniya ng'ayagala ebyokwewunda n'obulungi obuli mu dduniya tujja bumuwa oyagala nnyo sente oyagala nnyo emmaali oyagala nnyo obuyinza oyagala nnyo abantu bakwogereko birungi nebyokola oluusi mu busiraamu oyinza okubeera ng'olinamu niyo endala egamba nti nno abantu bandabe naye nga Allah subhanahu wa ta'ala atugamba oyo yenna yenna ayagala ebyo tujja bimuwa naye ayagala akhira tujja mumuwa akhira era Allah subhanahu wa ta'ala agenda mu maaso n'agamba wasanajzi shakirin abo abeebaza Allah subhanahu wa ta'ala tujja bawa empeera zaabwe yauma alqiyama baduba Allah subhanahu wa ta'ala okufa kuno Allah subhanahu wa ta'ala agamba nabbi we naamugamba nti innaka mayitun wa innahum mayitun mazima gwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam oli wakufa era ojja kufa wa innahum nabo mayitun n'abasigadde bonna bajja kufa era nagamba mu aya endala wama jaalna libasharin min qablika alkhuld owange gwe nabbi sallallahu alaihi wasallam tewali muntu yenna oba omwana adamu yenna gwe twateekawo oluberera nti abeerewo nga yetafa tekiriiyo afa in mitta fahumul khalidun gobeera nga gwofudde ate nga gwe afdalu lkhalq sayidu lawalina walakhirin balobooza nti bo bajja kubeerawo olubeerera babawangaale paka nga allah subhanahu wa ta'ala ajjawo ensi tekijja kusoboka n'olwensonga eyo baddu baallah subhanahu wa ta'ala bagamba nti kafa bilmauti waida okufa kutumalira okubeera nti tujjukizibwa oba nga tubuulirirwa okufa kumala basiraamu mbagambye yetuvuddeyo mu nnimi ezina endala nti ku makya leero baada subuhi waliwo azze nambuulira nti waliwo omuvubuka afudde omuvubuka abadde asaala naffe nga era mu ramadaani abadde akola itikaafu muvubuka muto myaka abiri mu naye nga allah subhanahu wa ta'ala amujjuludde alwaddemu nnaku mbale mbadde nyingirawo era ku jjuma ne bangamba waliwo omuwala omulala myaka 12 naye emmotoka emukubyawo ku entebe road kyengezako okugamba tomwana myaka 12 baddu ba allah subhanahu wa ta'ala n'omufuuka myaka 2 mu allah abajjuludde naye nga badde tebasuubira tibajja kuvaawo mu nsi eno ekibuuzo kiri nti nze naawe twetegese tutya okubeera nti kasita allah atujjulawo leero allah n'atujjawo mu kaseera kano kennyini ŋŋenda muddamu ki sala zange ziri zitya emaali yange ya halaal oba ya haraamu ebikolobero oba ebintu byenkola eyo manju ng'abantu tebalaba birungi ebintu ebyo oba bibi ebyo ebibuuzo byonna byonna tulina obbeebuuza okulaba nti nno twetegeka olunaku lwa qiyama ate okufa si kintu tulina okubeera nga okufa tukutya nnyo wabula tulina okutegeera nti eyo marhala stage tuva mu eno stage eyansi ne tugenda mu kaburi ogenda mu limbo eya wammwe eyeeka oba eyawalala wonna osanga abajjajja bonna nga baafa dda abantu abaakusookawo abasiraamu bonna nga baafa naye nga gye bali baliyo myaka 10 abalala 3 abalala 4 bali abo bagalamidde naye nga neeyo waliwo obulamu obulamu gye buli allah subhanahu wa ta'ala yabutubuulira baddu ba allah subhanahu wa ta'ala tufeeyo nnyo tubeere nga tutya allah subhanahu wa ta'ala era tufeeyo nnyo okubeera nga tusaba allah subhanahu wa ta'ala otugumya era allah tuwangaze mu busiraamu atutte nga tuli basiraamu hatha waqad qala allah subhanahu wa ta'ala ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على نبينا محمد وعلى ال محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب والجناب وحدنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكاذبين، وانصرنا على القوم الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.